نفكر دائما خارج الصندوق، خارج المألوف. بالنسبة لنا نحن تختلف عن التفكير التقليدي من خلال تفكير مبتكر، نقدم مبادرات ومشاريع مبادرة مبتكر السنة، ولذلك سيكون معنا على يخصص للابتكار على أن يكون في أبو ظبي حتى يعني نحدث تغيير الحقيقة في تفصيلات الدول. تعزيز جهود دولة الإمارات في المؤشرات العالمية. كما تفضل معالي الرئيس أن إدارة التعليم والمعرفة فعالية مبتكر، إدارة التعليم والمعرفة قامت بتنسيق كافة الفعاليات والمبادرات للابتكار بالتعاون مع جامعة الإمارات وجمعية البيت المتوحد. هناك التوفيق. شكرا. فيما يتعلق بأن يكونوا مبدعين ومبدعين. إدارة أنغولي فقط أن هناك مشاركات من الخارج، يعني إطار منظومتها بمبادرات الابتكار. بالنسبة لإدارة التعليم والمعرفة، عدد الطلبة المبتكرين لدى الدائرة بيكون مفتوح في المولات، سواء كان في هيلي مول أو العين مول أو المؤتمر الصحفي. هذا غطى مبادرات إمارة أبو ظبي لشهر الإمارات الابتكار. طبعا إمارة أبو ظبي خلال شهر الإمارات الابتكار تهدف إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، وأيضا تحقيق استراتيجية الإمارات الابتكار التي تقود دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى بين الدول الأكثر ابتكارا في العالم، وتحديدا تحقيق رؤية القيادة الرشيدة إلى تحويل العمل إلى منهج مبتكر مؤسسي تنعكس إظهارها الإيجابية على المجتمع. راح يكون في فعاليات رئيسية كثيرة في إمارة أبوظبي، من أبرزها راح تكون فعالية مبتكر ومهرجان أبوظبي للعلوم في كورنيش أبوظبي، وأيضا راح يكون في منطقة العين في المولات وفي منطقة الظفرة في المدارس الحكومية والخاصة. طبعا راح تكون في تقريبا 12 فعالية رئيسية في الجهات الحكومية، كل جهة راح تبرز نشاطاتها وإبداعها في مجال الابتكار عن طريق السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة. هو كرقم يعني حاليا أتكلم عن فعالية مبتكر بأرقام يعني حقيقية، أن تم تسجيل تقريبا 100 مبتكر راح يقدمون فعالياتهم واختراعاتهم في فعالية مبتكر اللي راح تبدأ يوم الخميس وتستمر لين 7 فبراير. وهذه طبعا مش فقط طلاب جامعات ومدارس، أيضا مختلف شرائح المجتمع يشاركون ويخترعون. طبعا نحن بنكرمهم أيضا، أحسن 5 اختراعات راح يكون في تكريم لهم، وأيضا راح يساهم معنا تقريبا 22 جهة حكومية في فعالية مبتكر لإبراز طبعا ابتكاراتهم، عندهم مشاريع جديدة فيها طبعا توفير للوقت وللمال.